محمد النمل وكيل نقابة المهندسين والمرشح على في شعبة كهرباء فوق السن. العملية الانتخابية النهاردة هي امتداد لمشوار طويل. يعني خليني أذكر بس إن هذا المشوار بدأ في 2003 بمجموعة من الناس الوطنيين اللي خدوا على عاتقهم إن رفع الحراسة عن نقابة المهندسين. ثم بعد رفع الحراسة سموا اسمهم الاستقلال، وكان أمامهم تحدي إن تخليص النقابة من فصيل الإخوان المسلمين، ثم تحملوا مسؤولية النقابة. هو ده الاستقلال، هي دي القائمة اللي نازلة النهاردة اللي هدفها استقلال نقابة المهندسين من أي طائفة أو فئة أو جهة، بحيث أن يكون قرار المهندسين هو قرارهم هم. يعني المهندس يقول نقده ويقول أفكاره ويقول رأيه، ويبقى هناك من يتلقى هذا ويعمل عليه. لو النقابة دي مستقلة وقرارها قرار المهندسين، هتقدري تنجزي كل حاجة. القائمة دي والمجموعة دي اللي سمت نفسها الاستقلال كانت متواجدة في الفترة اللي فاتت ولها إنجازات على الأرض لصالح المهندس ولصالح مهنة الهندسة ولصالح المجتمع.